2600 درهم وتعطيك معها شوايه وسته ديال القتبان هديه بالمجان، 10 ديال الدراهم هاد الشوايه مع الجنوي تاعها. ثمن روعه ديال بصح 60 درهم هاد الشوج هادو. شوف شوف هاد المزمر كي غيولي دابا، شوف ها انت سير سير اخويا سير، ها هو دابا بحال مشيتي في شي رحله انت وعائلتك خرجتو شي خريجه غادي تمونطيو وغادي ديمونطا. هاد الباك هذا 50 درهم ناقص. شوفوا لي هاد الفران هذا ايتيمات 4000 ريال، 200 درهم يعني 300 درهم. فهاد الثلاجه هادي ديال الماء 5 ديال المواس و3 يترو، والثمن هو 160 درهم. اي حاجه بغيتوها فبغيناكم تزوروا هاد المحل، ها هما التباصل بالشكال والنوع، اللهم بارك الفراقات بالشكال والنوع. السلام عليكم احبابنا ومرحبا بكم والف مرحبا. هذا الخارج ديال هاد المحل، وما غاديش تظنوا واش توقعوا كيفاش داير الداخل ديال المحل. اللهم بارك محل كبير وكاين فيه بزاف ديال انواع الاواني بريستيج ولا عادي ولا بلاستيك ولا الفخار ولا اي حاجه بغيتيها. وبمناسبه عيد الاضحى لاله مناتي سيدي مونا جبنا لكم احسن محل واكبر محل ديال الاواني في مدينه مراكش، واللي اول مره غنصور فيه اللهم بارك اول مره، ولكن العروض اللي دايره ما كنظنش بانه بتكون اخر مره، حيت بحال هاد المحلات هما اللي كنبغيو نصوروا فيهم واللي موجدين لكم اثمنه جد مناسبه. فمرحبا بكم اما اواني كترحب بكم نكتشفوا المحل ونكتشفوا العروض اللي كاينه، ولكن اجيو ندورو واحد الدوره شامله في المحل ونتعرفوا على المنتوجات والمساحه ديالها. السلام عليكم، كيما شفتوا معنا المحل كبير تبارك الله، كاين بزاف ديال المنتوجات اللي غتكتشفوهم معنا مازال ملي غادي تجيو. حاجه اللي غنقول لكم هو التوصيل راه كاين في مدينه مراكش، باقي المدن ان شاء الله من بعده غادي يكون. اذا فمرحبا بكم والف مرحبا معنا الان الاخ عبد العزيز اللي مكلف بالمحل، ان شاء الله غتلقاو هنايا والتعامل ديالو ان شاء الله راه غيكون تمام زين. كي داير الهم؟ الله يبارك فيك. مزيان؟ الله يبارك فيك. احوال طيبه؟ ما عندي ما نقول. اذا اخ عبد العزيز تيقول لكم شريتي الخروف دابا الضياف جايين، كذلك هذا خصك مقده وجنوي والشوايه والفاخر وبزاف ديال الحويجات باش تضيف ان شاء الله ضيفانك في هذه العواشر وباش تبرع وليداتك. فلالا مولاتي سيدي مولاي هذه المحل تيقول لكم مرحبا بكم، وهذا العرض هذا غيستمر من دابا حتى ليله العيد ان شاء الله. فمرحبا بكم. اول حاجه اخويا عبد العزيز هي غادي نشوفوا المنتوجات اللي كاين اللي كلهم فيهم ثمن جد مناسب مقارنه مع السوق. بطبيعه الحال ما غاديش نقدروا نوريو كل شيء لانه المحل كبير اللهم بارك، ولكن هذا احسن افونتاج لاله مناسب. اما احسن واش دي المحل واحد وتقدي فيه كل شيء، ولا تمي غادا من المحل خارج هذا داخل هذا، هذا زاد عليك هذا نقص لك هذا غلى عليك. اذا هنا غتلقى كل شيء كل شيء. نعم نبداو اشنو اول حاجه اللي غنبداو بها هي الشوايه. كاين هاد الشوايه اللي غتهنيك لاله مولاتي وسيدي مولاي شي حاجه سميتها الفاخر، الفاخر بالمصائب ديالو اللي كيشكلها على وليداتنا، الخطوره ديالو راه كبيره. ثاني حاجه الخطوره تاع على الجيب، الفاخر هذا العام راه واصل حتى ل 10 درهم حتى ل 12 درهم الكيلو، هذه الحاجه الثانيه. والحاجه الثالثه او هي الدخان، قال واحد فيه الحساسيه ولا تيتخنق او لا ساكن غير ابارتمون ما بغاش الدخان، هناك الله بهاد الشوايه. ايوا زيد على ذلك انه بزاف ديال الناس يقول لك لا هاد الشوايه كهربائيه راه كتستهلك الضوء وراه غيتقام عليك داك الشيء اكثر ما غيتقام عليك الخروف. لا هادي راه لا كونسوماسيون فيها طيحه بزاف. نعم كذلك فرصه نعم، وكذلك راه هادي
نقدر نقول لك ان مثلا ساعه ديال الشوي، ساعه ديال الشوي غتقام عليك بشي جوج دراهم هكاك حاجه قال لك كتخدم الصباح حتى العشاء ما تخاف منها. نعم ساعه ديال الشوي راه جوج دراهم غتقام عليك، ساعه ديال الشوي في الفخر راه تكلفك واحد جوج كيلو الفخر ولا كيلو ونص غتقام عليك بواحد 15 درهم ولا 20 درهم. هادي لالا مولاتي غتعطاك معاها شويه، اجي تشوفها معايا كاميرامان كاينه. هادي هي الشويه ديالنا من شركه فينيزيا خويا، شركه لا كونسوماسيون ديال الضوء راه ناقصه. هادي نورمالمون الثمن تاعها اخي عبد العزيز هو 180 درهم، اليوم غتبقى ان شاء الله 130 درهم، 2600 درهم، وتعطاك معاها شوايه وسته ديال القتبان هديه بالمجان. ها هي لالا مولاتي. بالنسبه لهادي التوصيل ديالها في مدينه مراكش راه كاين، ثمن التوصيل هو 20 درهم لهاد الشوايه هادي، فمرحبا بكم والف مرحبا. توصل في مراكش كلها هو 20 درهم، فين ما كنت في مراكش تصك لا كومونتي. هادي الاولى كاينه فيها لا كونتيتي اخويا، كاينه موجوده موجوده لا كونتيتي. نعم كاينه هادي الاولى. ندوزو معكم دابا للشوايات واللي غتعطينا هاد الشوايات اخويا. الشوايات كاين واحد العرض اللي كنت عندي زوين هادي. نعم هادي ديال شركه لاماكوم، ديال لاماكوم معروفه غني عن التعريف، ويت العود بو كبيره. نعم المزايا الاولى هي فيها العود هاد القبضه اللي هنايا ما كتسخنش، كان كذلك جنوي ديال الخبز نعم هادي راه ما كتسخنش كما قال. وهنايا كذلك هاد لاماكوم معروفه انها كدير المواد اللي مصنعه منها ما كتصداش، يعني ما تخافوش على اللحم انها تطلق فيها صدى ولا شي حاجه، جوده ممتازه. الثمن ديال هذه في السوق 45 درهم دايره، 35 درهم. اذا من 45 درهم هذه الشوايه بالجنوي ديالها اللي ما 35، يعني 10 ديال الدراهم هذه الشوايه مع الجنوي تاعها ناقصه لكم على الثمن ديال السوق. وهذه راه الحجم الكبير، راه كاين احجام صغار، كاين حجم صغير. واش الحجم الصغير ها هو الثمن تاعو شحال غيبقى اليوم هذه اخويا؟ 30 درهم. 30 درهم هذه غتبقى لكم 30 درهم، يعني الفرق ما بين هذه وبين هذه 5 ديال الدراهم. اذا كاين كذلك شكل اخرين بحال اش اخويا؟ عطيني شنو اخر كاين؟ الشوايات كاين بحال الموديلات هاكا. نعم عطيني الثمن تاع هذه 30 درهم. 30 درهم هذه ما فيهاش الموس. نعم كاين كذلك هذا الموديل هذا حتى هو هذا 65 درهم. هذه 65 كاينه كبيره، كاينه كبيره شي حاجه اللي شحال الثمن تاع اصلا في السوق؟ دايره 80 درهم. 80 درهم 65 اليوم 65، ولكن لا تبارك الله راه شوايه كبيره نيت، الحجم عائلي للناس عندهم عائله كبيره. نعم زيد اخويا اش اللي كاين اخر؟ واش الموديل اخر؟ عندنا بحال هذه 15 درهم. هذه 15 درهم زيد اخويا. عندنا بحال هادو هذه كبيرة 50 درهم. هذه 50 درهم زيد زيد اش اخر كاين اخويا؟ عندنا بحال هادو. نعم. اللي دايره 28 درهم. 28 درهم. كاع نعم. كلشي فيها ثمنة مزيانة. نعم إذا كاين الحجم الصغير، كاين الحجم الكبير، كاين اللي بغيتو. إذا الثمن ديال الشواية هنايا راه بادين كيما شفتوا معانا من 28 درهم غتاخذ الشوايه. اذا هذا فيما يخص الشوايه تجي ان شاء الله تكتشفوا. عاوتاني القتبان، نعم هادو القتبان جوده ممتازه، هادو ديال السلك راه ما تيسخنوش حتى هما. هادو الثمن تاعهم في السوق هو تيمشيو 40 درهم 35 درهم، حنا دابا 28 درهم. 28 درهم زيد اخويا كواليتي مزيانه كاينه. نعم 28 غانيه على التعريف، 50 درهم 60 درهم في بلاصه اخرى درنا حنا 40 درهم. 40 درهم شحال من القتبان فيهم؟ هادو 12 ومعاهم جنوي ديال الخبز، الثمن تاعهم قلنا من 60 درهم 40 درهم، يعني 20 درهم في هادو ناقصه لكم على الثمن ديال السوق. كاين هادو كذلك اخويا بشحال غادي يبقاو؟ هادو 28 درهم. 28 درهم تاهما دائما 12. بالنسبه للموديلات ديال القطبان راه كاين موديلات اخرين تجيو وتشوفوا. كاين كذلك عندنا المجامر، المجامر فيهم ثمانات مزيانه، المجامر كاين وحده رددتوا فيه ثمن زوين اللهم بارك. نعطيو لي ديتاي بعدا ديال هذا المجمر هذا كما كتشوفوا هانتوما لي ديطاي ديالو، شوفوا ليا راه ماركه ممتازه جدا هانتوما. هنا تيدال الفخر ياك، هنا تيدال الفخر والرماد كيهبط لتحت. هذه الحاجه الاولى كما كتشوفوا، الناس اللي مهتمين بهذا النوع ديال المجامر عندهم الشكل والنوع ديال المجامر. هانت هنايا الفوق ديالو كما كتشوفوا، هنا كيتحطوا فوق الزيره لطيفه، ما تقشر ما والو، ما تتصدى ما والو. نعم مزيان من هنايا كيدخل البرد لانه كيساعد باش يشعل الفخر كما كتشوفوا هانتوما. الشكل ديالو رائع، عمليه شي حاجه صحيحه. الثمن ديالو اخويا ماركه معروفه، هي هذه الكارطونه ديالو. نعم معروفه سلطان. اذا هذا هو المجمر ديالنا، هذه هي العلبه ديالو ديال سلطان. هاد لامارك هذه بالضبط الثمن تاعو في السوق قلنا هو 150 160 درهم، درنا حنا 120. اذا من 150 160 اليوم غادي يبقى ب 120، يعني هذا المجمر هذا 40 درهم نقص على الثمن ديال السوق. زيد اخويا شنو الموديل اللي تبعو؟ بحال هذا هو. نعم حتى هو ديال سلطان، شي حاجه زوينه حتى هو ماركه سلطان. هذاك شويه هذا الاخر شوفوا لي الشكل ديالو، فيه بلاصه الكحل وفيه الماغون ياك، فيه الكحل وفيه الماغون. هنا شنو كاين؟ تخوار رماد.
اييه هنا كتصوت دار سميتو تدار فيها الرابوس ولا نعم اييه هنا كتصوت عليه يعني هنا كتصوت الثمن ديال هذا في السوق هو هذا داير 180 درهم 170 درهم قلنا عليه 140 140 درهم هذا غادي يبقى ب 140 هذا خويا بشحال غادي يبقى هذا كيتجمع 150 درهم كيتجمع كيتمونطا هذا كبير الرحلات بحال الناس يبغوا يهزوا في الطوموبيل يمشوا فيه الرحلات تخرج جاوج خاص شوفوا هذا صراحه مجمر رائع شوف ديال 18 شوف 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 يا سلام ها انتم ماركه بريما بريما هذا الثمن تاعو في السوق اخويا هو 200 درهم 190 درهم شوف هذا المجمر كي غيولي دابا شوف ها انت سير سير اخويا سير ها هو دابا بحال مشيتي في شي رحله انت وعائلتك خرجتو شي خريجه غادي تمونطيو وغادي دي مونطا وقلنا الثمن اخويا عبد العزيز هو هذا 150 درهم هذا اينوكس ديال الفوق نعم تقدر تشوف فوق منه ديري اينوكس نعم زيد اخويا عطيني هذا الثمن ديالو هذا داير 350 درهم هذا كله اينوكس وكبير نعم. كتجي فوق منه الشوايه الكبيره كاع ما كاينش ما كبر من هاد الشوايه نعم شتي هذا حجم كبير هذا اينوكس كامل هو كيتجمع 350 درهم وعندنا كذلك هاد البلاك واللي هي كتعتبر بلاك ولا تعتبر شوايه وبزاف ديال الناس غيحتاجوها دابا في هاد العواشر كما كتشوفوا راه القتبال اللحم اللي كل شيء اي حاجه وفي نفس الوقت كاين الناس اللي كيستعملوها في الخبز المسمى ياك كما كتشوفوا جوده ممتازه هذه شوف بيست هوم 3 سنين ديال الكارونتي 1800 واط الثمن تاع الاصلي هذا اخويا هو 480 درهم 480 نورمالمون كانت دابا درنا لها 390 نعم اذا هذه كانت ب 480 اليوم 390 نعم اذا 90 درهم هذه ناقصه لكم على الثمن الاصلي ديال السوق في هذا البلاك هذه مرحبا بكم حاجه وحده اللي نقول لكم هو انه راه كاين توصيل في مدينه مراكش فقط العنوان ديال هذا المحل غنخلي لكم في الاخر ديال الفيديو فمرحبا بكم والف مرحبا غندوزو معكم دابا للجناوه ندوزو معكم دابا للجناوه المقدات الماس اللي حاجه اللي هي مهمه في هذا العواش ان شاء الله وعدنا لكم واحد لوفخ واعر بزاف اسمعوني مزيان هذه بوحده في السوق اليوم كدير 40 حتى 45 درهم وهادو بجوج في السوق اليوم كيديروا 60 درهم اليوم هادو بجوج غيبقاو لنا بشحال اخويا 40 درهم 40 درهم بحال كتخلصوا هذه ونعطيكم هذا بالمجان اذا هذا الباك هذا نعم ديال لاماكو جوج غيبقاو لكم بثمن واحد هذا تخلصوه والثاني بالمجان بدل من 60 درهم 40 درهم وكندوي على لاماكوم كاين كذلك هاد الجناوه هادو بهذا الشكل هذا بريستيج اللي غيبغيهم الناس لو الثمن تاعهم معروفين 55 60 اليوم ب 40 درهم كاين فيهم ثمن زين وانيق الكوزين ديك لاله مولاتي كاين كذلك الحجم الكبير ديالهم ها هما كاين هادو كذلك كبر منهم هادو تا هما غيبقاو لكم 60 هادي شحال غتبقى خويا هادي 80 درهم 80 درهم هادي حجمها كبير ولكن ان شاء الله بغادي جوده ممتازه كاين هذا المقدات هادو تا هما اللي مهم يكون عندنا الطقراط اللي الثمن تاعهم هادو شحال وصل السوق 180 150 180 150 اليوم 120 درهم ها انتم راه كاين الصغر والكبار ديالهم كاين اشكال انواع ديال الجناوه فمرحبا بكم تجيو ان شاء الله وتكتشفوا اذا فتنا دابا الطقراط ديال الحوليش فتنا شويه ديال الحولي دابا غندوزو معاكم ثاني لواحد الحاجه اخرى اللي هي أنيقة وزوينة وغتحتاجها أي مولة الدار وأي مول الدار بجوجكم مول الدار ومولة الدار بجوجكم محتاجين هادي سيدي ومولاي ما تصدع راسك ما تبرزت راسك ما تقول لي لماذا ما راهي ليك سبيرات نقي هنا ولا نقي هنا راسك أخويا داك الشي شوف تتشارجيها بحال التليفون ها أنت هاهي دابا تشارجات شناهي هادي هادي سبيغاتور ها أنت سيدي تعاون مع مولة الدار تعاوني معها شري لي اسبيغاتو وهنيها من الشقه ها انتم مولاي شوف داكشي اللهم بارك في وسط الضو تقدر ها انتم وفي الظلام في الظلام يكون الظلمه واش بان لك قدامك ها انتم وتتشارجا صون فيل في ما كانت يعني داكشي بورطابل هذه الحاجه الاولى انها قلنا سبيغاتو في هاد الضو تتشارجا نزيد كمولاي انت يا مولاي غادي تهز هذه بحال هكا وغتمشي للطوموبيل اسيدي ومولاي وتانتا تسبيري بها ها انت تانتا تسبيري بها شوف هي الجودة ديالها رائعة تسبيغاتو مجهدة ديال بصح مجهدة ديال بصح زين ها انتوما وبلايص القناعات اللي تيكونوا الحاشية تا هما بحال هاد الشكل هذا ها انتوما كما كتشوفوا مجهدة اللهم بارك
هذه قلنا بورتابل تتشارج. شفتوا معنا دابا المزايا، المزايا الاولى والمزايا الثانيه ديال انها ديال الطوموبيل. نشوفوا نجربوها معاكم باش تشوفوا الجوده ديال السبيراسيون اللي فيها. نجربوا السبيراسيون، عطينا خويا نشوفوا، هانتوما نشوفوا دابا نجربوا سبيراتور. هانتوما هانتوما كيما كتشوفوا كلشي مشى، كلشي غبر. هانتوما ما عادي، اللهم بارك. غندوزو معاكم دابا الحاشيات كيما قلت لكم الحاشيات. هانتوما نشوفوا دابا هاد الحاشية هادي، غنسكتوها. شي حاشية عندي في الدار مثلا، كنجي لهنايا كندير هاد اللعيبة هادي كنشعلها. شوف ليا هانتوما هانتوما هادشي كله هو زوون، فيها مستويات. لا باتري كيشد مدة طويلة. الحاجة الزوينة اللي غتشوفوا معايا دابا هو الثمن ديالها. الثمن ديالها هادي معروفة ب 800 درهم، اللي هي 16 فريال. كندويو على ماشي تبقى جرى الكابل ديالك ومعندك شاك في الدار، حيد الكابل من هنا، ها هو سقيت تحت السدادة، ها هو عطل ليا الوليدات، ها هو الكابل تقطع. نسي عليا هاد المشكل هذا. اليوم هاد سبيغاتور هنتك من كلشي، من الشقة، من الكابل، من أي حاجة. حتى الطوموبيل ديال راجلك هنتك منها، والقنات هنت منهم، وكلشي 599 درهم. ثمن روعة ديال بصح، وهي راه فيها التوصيل في مدينة مراكش. ثمن التوصيل هو 20 درهم. وندوزو معاكم لحاجة أخرى. وبما أنه عيد الأضحى غيجي عاوتاني إن شاء الله، الصيف والحرارة والصعوبات غادي شوية ناقصة، إلا كنتي كتزن حدا المجمر والحرارة وأنت عرقان. جبنا ليك هاد الفرفارة المروحة اللي فيها 3 بوزيسيون وبثمن مناسب، موتور كبير، الجودة كذلك الفرفارة ديال الألمنيوم جودة عالية. هانتوما 3 بوزيسيون اللي هي خويا عزيز، الحطة الأولى هي اللي كنشوفو فيها، الحطة الثانية هي تتعلق، تتعلق نعم، والحطة الثالثة هي كتحط على هاد السيبورة. هادي الثمن ديالها في السوق هو 280 درهم 300 درهم. اليوم إن شاء الله غتبقى 230، من 300 درهم غتبقى لكم ب 230. يعني هاد الفرفره هادشي كامل اللي كتشوفوا 70 درهم ناقصه لكم على الثمن ديال السوق. عندنا هادي عاوتاني كاليتي اخرى اللي هي الالاسكا، معروفه بالجوده ديالها حتى هي، حتى هي راه موتور فيها كبير، مجهده ديال بصح، ملي كتعطي البر كتعطي ديال بصح. هنايا كما كتشوفوا الفرفرات ديال الالومنيوم جوده عاليه، حتى هي 3 بوزيسيون، بوزيسيون الاولى والتليكوموند. هذه زايده فيها التليكوموند، كتحكم فيها بالتليكوموند من بعيد، كاع تحكم عليها من بعيد. نعم. الثمن تاعها في السوق هو 380 350 اليوم، 280 من 380 اليوم 280 درهم. اللي معروفه قلنا الاسكا بالجوده العاليه، هذه راه 100 درهم هاد الفرفره ناقصه لكم على الثمن الاصلي ديال السوق. اذا دوزو الفرفره وندوزو دابا للضياف. تبارك الله، كنشوفوا دابا بلي هاد العواشر ان شاء الله غادي يكون جا في العطله وغادي يكونوا الضيف بزاف، فمرحبا بهم والف مرحبا. ولا مولاتي المحل ديالنا ديال اليوم عند الاخ عبد العزيز موجد ليكم. تبارك الله، اواني بريستيج جوده عاليه. شوفوا لي شكال ونوع البرارد بشكال ونوع، البلاطوات بشكال ونوع، اواني ديال تركيا، اواني مغربيه، كاين كذلك الاواني ديال الكريستال بشكال ونوع. وحنا بطبيعه الحال ما غنقدروش نوريكم كل شيء، ولكن غنعطيكم غير فكره على الاثمنه، حيت ملي تنقولوا الاثمنه راه مناسبه، فريمون اثمنه جد مناسبه. كاين عندنا هاد البلاطو بريستيج، جوج ديال لي بياس، مرايا كما كتشوفوا جوده عاليه، راه كاين فيهم وحدين اللي هما سواقيين ودغيا تيعواجو وتيبان لك ما فينينش. هادو لا فينيسيون ديال بصح، شوفوا لي الشكل تاعهم. وتندويو على جوج بلاطوات، يعني غيجي هكا اونسومبل كومبلي. الثمن تاعهم في السوق هو 240 درهم اليوم ان شاء الله. هادو بجوجهم 180، من 240 درهم بجوجهم اليوم غيبقى لك ب 180 درهم، اللي هي شحال 60 درهم. هاد الجوج هادو ناقصه لكم على الثمن الاصلي اللي كاين في السوق. كاين فيهم لا كونتيتي اخويا موجوده لا كونتيتي. اذا مرحبا بكم. عندنا كذلك نعطيهم حتى فكره على هاد السيبوره هادي مثلا، هاد البريزونطوار هذا شنو شحال الثمن ديالو؟ عندو فيهم ثلاثه بياس وكاليتي مزيانه، ماشي داكشي العادي. الكبير المتوسط
والصغير هما 3 بيس غيبقاو بشحال اخويا؟ غيبقاو ب 200 درهم 200 درهم 3 درهم ناقصه. نعم اذا هادو 180 100 شحال ناقصه فيهم؟ 80 درهم 80 درهم 80 درهم. كاين كذلك هادو غادي يبقاو بشحال اخويا؟ هادو جوج بلاطوات هما ديال المرايه جوده ممتازه 150 درهم من 150 درهم غيبقاو اليوم 130 درهم 130 يعني هادو 20 درهم هاد جوج بلاطوات هادو اللي كتشوفوا 20 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي. بالنسبه كاين كذلك هاد الشيء ما كتشوفوا الفراقات ديال الحلوه ديال الكريستال بشكل ونوع كاين الصواني هنايا بشكل ونوع الناس يبغوا شي حاجه فاخره هماويه عطينا اخويا مثلا بحال هذيك الصينيه اخويا هذيك لا هذيك المذهبه اللي حداك هزها عفاك وريها لهم باش تبان لهم مزيان شوفوا يا صينيه ثقيله اللهم بارك شوفوا لي النقش والزواقه اللي فيها داكشي فيني قلبها لهم اخويا باش تشوفوها مزيان هذا النحاس ياك النحاس جوده ممتازه الثمن هذه ديال اخويا هادي 1200 درهم تلقى ب 1000 درهم 1000 درهم فيها الكارونتي ياك كارونتي 10 سنين كاين بحال هادشي ديال تركيا ها هو بحال هاد الموديل هذا راه فيه تي بي او ب 500 580 درنا ليه 480 درهم هادي 480 درهم هاديك راه هي غتبقى ب 1000 وهادي غتبقى ديال تركيا ب 480 درهم اذا ندوزو هنايا شوف كاين بلاطوات بشكل ونوع كاين ديكور بشكل ونوع كاين لي بونبوني الميبخارات بشكل ونوع كاين كذلك الناس اللي باقي تيهتموا بهذا الطاس المغربي كما كتشوفوا بشكل وانواع ديالو راه متوفر بالمقراش ديالو فمرحبا بكم والف مرحبا كاين كذلك هنايا هادو حتى هما كما كتشوفوا ها هما شوفوا لي هاد الشكل هادو حتى هما كل حاجه وثمنها شوفوا لي كيف الذهبي وكاين في الفضي وكاين الصغير ديالو وكاين الكبير ديالو فمرحبا بكم والف مرحبا وكذلك عندنا الكيسان بالنسبه للكيسان راه كاين اطقم كثيره ديال الكيسان بشكل ونوعي اي حاجه شتيها في السوق هنا غتلقاها 20 درهم 30 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي نعطيكم مثلا شوفوا لي هاد الزواقه ديال هاد الكيسان تفضل اخويا عبد العزيز هادي ديال فاندي شوفوا لي هاد الموديل هذا انيق هز اخويا عبد العزيز هز 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 الله يجزيك بخير وريهم مزيان الموديل هادو كاس نقي دجاج نقي غارونتي غارونتي تقشرش ولا تقشر طردو ليك ماشي مشكل الله يخليك الدجاج صافي الدجاج صافي هذا هو المونتاج اللي فيه مزيان الدجاج صافي وزواقه صافيه الثمن تاع هذا في السوق اليوم معروف 60 درهم 180 درهم 160 180 اليوم عندك انت 110 من 160 180 حسبوا سيدي غير 160 اليوم 110 يعني هذا الباك هذا 50 درهم ناقصه 50 درهم ناقصه ليه ثلاثه الزواقه كاينه هذه الزواقه هذه وكاينه هذه وكاينه هذه شوفوا لي هذه فاخر اللهم بارك اذا هادو كاملين 110 ديال الدراهم فيهم لا كونتيتي اخويا عبد العزيز كاينه لا كونتيتي ها انتم الشكل ديال الكيسان راه كاين اشكال وانواع كثير اللهم بارك فمرحبا بكم لهذا المحل والف مرحبا كاين بريزونطوار الكيسان بحال هكا ديال العصير ها هما البريزونطوار ديالهم كاين كذلك هذا الشكل هادو ديال العصير حتى هما بالشكل ديالهم كاين الفراق نعم كاين الفراقه حتى هما ها هما بالشكل والنوع ديال الحلوه ديال لي بونبون بالشكل والنوع نعم ديال التقيوتات اي موديل بغيتو كاين هاد البلاطوات صغيرين عطينا الثمن تاع داك البلاطو اخويا الصغيرين هذا 30 درهم 30 درهم 25 درهم باش يبقى نعم 25 درهم وهذوك الاخرين اخويا 45 درهم 45 درهم وهذوك اللي دايرين هذو اللي دايرين 80 درهم 80 درهم نعم وهادو كيدير فيهم الديسير ياك ديال الديسير هادو ديال الديسير شوفوا لي شحال زوينين انيقين فيهم اللي فيهم 3 طاج وفيهم اللي فيهم جوج الثمن تاع هادو اخويا زوينين هادو اللهم بارك شوفوا لي كيفاش كتحط فيهم الديسير نوريهم اخويا عبد العزيز شحال تي الثمن ديال هادو اخويا ديال جوج وديال ثلاثه شحال 120 درهم ديال جوج وديال ثلاثه 160 120 درهم ديال جوج وديال ثلاثه 160 الفراقات شوفوا بريزونطوار ديال الديسير واعرين الصراحه كاين الفران بشكل ونوع اخويا عبد العزيز كاينه 70 مترو كاينه 50 كاينه 40 ياك اخويا كاين 40 كاين 45 كاين 35 وقلتي لي قبيله راه كاين واحد العرض زوين في واحد الموديل اللي هو اين واحد اخويا فران 60 ايتيمات اللي غاني ايتيمات ديال 60 فين هو؟ شير لي هو هذا ايتيمات 60 مترو شحال الثمن ديالو؟ 1200 فيما مشيتي 1200 1200 ريال اليوم عندك اخويا عبد العزيز 1000 درهم 1000 درهم شوفوا لي هذا الفران هذا ايتيمات 4000 ريال 200 درهم ناقصه لكم على الثمن الاصلي اذا مرحبا بكم لاله مولاتي جاو عندك الضيافه راه هذا الشهر الكريم والصيف هذا داخل جاو عندك الضيافه زننتي ضيفتي حطيتي اتاي الحال سخون كل مره جيب قرعه من الثلاجه كل مره عمرت الثلاجه نسينا القرعه ما درناهاش في الثلاجه احقا هذه جمدات احقا هذه بارده بزاف
هناك الله لالا مولات جبنا لك احسن ما كاين في السوق اللي يهنيك من الماء. شحال كتهز هادي؟ تقريبا شي 30 متر. 30 متر شوفوا لي 30 متر هادي الثلاجه ديال الماء لالا مولاتي. كتحط في قاع الدار، كتحط في الكوزينه، كتحط في الدخله ديال الدار، كتحط عندك شي ريستورون، عندك شي سماك. هانتوما شوفوا لي الطبره على ما بالك. اول حاجه ماشي هذاك الشكل العادي، شوفوا لي غتفاجئوا من هذه شركه فينيزيا ايطاليا. عندنا هذا الموديل، عندنا هذا الموديل. هذه اول حاجه كتحل هنايا تتعمر، كيبقى دائما هنا نقي، وحتى الوليدات الصغار يمكن لك تسدوها الا كيمشيو لها الوليدات الصغار باش ما بقاش كل مره يبقاو يورقوا عليها. هانتوما هذه كما كتشوفوا، ولكن المفاجاه الكبيره هي فيها ميني بار. اخويا عبد العزيز حلينا، شوف ميني بار كما كتشوف. ها انتوما ها الثلاجه ديال الماء وميني بار، وكتهز كميه كبيره ديال الماء، وتعطيكم الماء الدافي الا بغيتوه، وتعطيكم الماء البارد الا بغيتوه، اللي بغيتو ان شاء الله تلقاوه فيها. عندنا هذا الموديل الثمن تاعو في السوق اخويا عبد العزيز هذا هو شحال؟ 1600 1500 1600 1500. اليوم ان شاء الله 1300 1300. من 1600 درهم اليوم 1300، يعني 300 درهم فهاد الثلاجه هادي ديال الماء ناقص لكم على الثمن الاصلي. عندنا الموديل الثاني حتى هو تقريبا نفس المزايا، الماء دافي الماء بارد. عندنا كذلك هاد البلاصه هادي زايده فيها اللي هو دير فيها قرعه هنايا كاخويا عبد العزيز، هنا قرعه تتبرد تتعمر قرعه ديال الايتو تخشيها هنايا وكتبرد. وكذلك كاين الميني بار كما كتشوفوا حتى هو انيقو زويون، والثمن الاصلي ديال هادي اخويا في السوق هو 1400 1500. اليوم غادي تبقى لكم فقط 1150 درهم. مرحبا بكم، نجيو نشوفوا معكم. راه كاين باقي عندنا الكوكوتات، عندنا العجانات، عندنا الكوامل، عندنا الكاسرونات. اوكي غنديروا نصوروا لكم هذا الشيء اليوم، فغير سمحوا لنا نزيدوكم شي حاجه، سمحوا لنا الا ما وريناكمش، ولكن انا بغيتكم تجيو لهذا المحل ضروري ومؤكد. واللي ما شرى يتنزه، والهاوته فين كاينه؟ هذا المحل هذا كيرحب بكم الى غايه ليله العيد. الهاشوارات بشكل ونوع، ومضلات بشكل ونوع، ولكن كاينه واحد الهاشوار جوج ديال الكيسان، واحد ديال الدجاج وواحد ديال لينوكس. ديال لينوكس وكذلك خمسه تلمس، وكذلك ثلاثه يطرو. والواط شحال من واط فيها؟ 300 واط. الوحش الهاشوار الوحش، هادشي كامل كيتعطاك الثمن الاصلي ديالها هو 250 درهم. اليوم غتبقى 160 درهم. جوج هاشوارات اللي جينا نحسبوا، ماشي هاشوار واحد، كاس ديال الدجاج، كاس ديال لينوكس، موتور مجهد فيها، خمسة ديال المواس، وثلاثة يترو، والثمن هو 160 درهم. مرحبا بكم، هادي فيها كمية كثيرة، وفيها التوصيل هنا في مدينة مراكش، ثمن التوصيل 20 درهم. ندوزو للكساكس، كساكس لالا مولاتي، وندوزو لالا مولاتي القدرات بالشكل والنوع، الناس اللي بغاو يديروا الشوا اللهم بارك. وكاين كذلك الكاسرونات بشكل ونوع، والكوامل بشكل ونوع، والتناصر بشكل ونوع. ولكن عندنا واحد الكوكوت اللي فيها ثمن مناسب، اللي هي خويا عبد العزيز اللي هي هاد 4 يترو. هادي 4 يترو، هادي كوكوت 4 يترو ريحان ياك. هادي ديال ريحان، اللي هي ديال ايطالي هوم، معروفه بالجوده تاعها. الكسكاس ديالها 4 يترو، الثمن تاعها في السوق معروفه. هادي اخي عبد العزيز بشحال؟ معروفه ب 210 210. اليوم عندك 170 درهم. 170 درهم، يعني هاد الكوكوت هادي راه 40 درهم، 4 يترو 40 درهم، ناقص لكم على الثمن الاصلي. وراه كاينه فيها 6 يترو، كاينه 3 يترو، كاينه اللي بغيتو. وعندنا حتى هاد الموديلات هادو عصريين اللي انيقين وفيهم ثمن زويون. قلت لي قبيله هادي اخويا غادي دير فيها ثمن زويون اللي معروف، الثمن تاعها الاصلي هو هادي 680 درهم. اليوم ان شاء الله غتبقى 520 درهم هاد الكوكوت هادي. وراه كاينين شكال ونوع، الكاسرون تاعهم بشكل ونوع، المقص بشكل ونوع، لي بانيني بشكل ونوع. فاعذرونا وسمحوا لنا ما نقدرش نصوروا معاكم كل شيء، غادي نجرو بكم واحد الدوره. ها هما الطباصل بشكل ونوع ديال لي الصالاد بشكل ونوع، كاينين هنا كذلك لي بلاك بشكل ونوع، ترموسات بشكل ونوع، البراد بشكل ونوع، تاع الناس اللي بغاو شي حاجة هماوية عاوتاني. لالا مولاتي الناس المضيافين العشاقين اللي كيتباع هادشي بفلوس صحيحة في بعض المحلات، هنا غتلقاوه بثمن زوين إن شاء الله. شوفوا لي كاين المذهب وكاين الأرجنتي، الإيرفرايرات بشكل ونوع، الأواني بريستيج، أواني ديال الدجاج، الفراقات كذاك الشكل ديال التبزيرة كاينين بشكل ونوع، لي بونبوني ديال الدجاج بشكل ونوع، لي كويزيني بشكل ونوع، القرادات اللي غنحتاجهم تا هما دابا
فهاد العواشر فاش خاص نقردوا اللحم. نعم الشكل واحد. نعم هذوك ديال صحاب المشاريع. اييه فمرحبا بكم الف مرحبا. هنايا كما كتشوفوا كاينين كذلك اللي فين كيخلطوا لي السلطه بالشكل انواع، كاين كذلك المقالي الكاسرونات، هنايا المغارف والماس بالشكل وانواع، الصواني بالشكل وانواع. ونديروا معكم واحد الطليعه الفوق تنشوفوا الديكورات هادو بلاطوات. نعم هادو بلاطوات ديال الشوائيه ديال الناس، هادو بلاطوات ديال الشوا هما حتى هما. مرحبا بكم، نطلعوا الفوق هنايا غادي نلقاو الديكورات بالشكل والنوع كما كتشوفوا معنا. ها هما هاد الشجيرات هادو، كاين الماكانات الساعات الحائطيه حتى هما بالشكل والنوع. كاين كذاك هاد السطل هذا ديال التسياق اللي معروف الثمن تاعو شحال كيداد اخويا عبد العزيز؟ هذاك 150 درهم 160 درهم. اليوم عندك انت 120 درهم 120 درهم. نعم هنا كما كتشوفوا كاين شكل انواع البلاستيك والزجاج الفخار سطوله شيفونات شغل الحمام اي حاجه بغيتوها. فبغيناكم تزوروا هذا المحل، هما التباصل بالشكل والنوع اللهم بارك، الفراقات بالشكل والنوع. مرحبا بكم والف مرحبا لهذا المحل الرائع. اذا العنوان ديال هذا المحل في الاخر ديال الفيديو، بغينا كل شيء يستفاد ويجي عند عبد العزيز اكتشفوا هذا المحل الزوين. نعم هنايا كما كتشوفوا كاين بزاف، غادي غير نطولوا عليكم لا فيديو. اذا خويا عبد العزيز، خويا عبد العزيز بالنسبه لتوقيت العمل من 10 الصباح ل 10 الليل، من 10 الصباح حتى 10 الليل يوميا 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 ان شاء الله. نعم بالنسبه للطوبيسات، الناس اللي غيسولوا على الطوبيسات اللي غيجيو هنا، كاين 12 18 13 7 واللي طوط راه نخليكم العنوان في الاخر ديال لا فيديو. سولوا على احلام بيشور، راه المحل جا تقريبا حدا احلام بيشور. اذا نعم ام اواني هو اسم المحل، دابا نخليكم دابا العنوان واضح وباين. اذا مرحبا بكم والف مرحبا، وما تنساش بارطاجي معنا لا فيديو، خلينا شي كومونتير زوين. كيف جاك المحل؟ واش غادي تزوروا ولا لا؟ واش كتمنى هذا المحل يكون عندك في مدينتك؟ اذا مرحبا بكم، خليناكم على خير، السلام عليكم. كما كتشوفوا معنا جينا مع شارع الفاسي مباشره، هنا الرومبو ديال طريق كازا اللي كاين قدام مارجان ديال طريق كازا، راه هو مارجان. دابا غادي ندخلوا هنايا في اتجاه الازدهار، هنا راه معروف اللهم بارك. دابا غادي نمشيو مباشره من بعد الرومبو الاولى تلقاو الرومبو الثانيه. الرومبو الاولى هي ديال مارجان ولا ديال طريق كازا، الرومبو الثانيه هي ديال ديكاتلون ال سي واي كيكي، وغادي نفوتوها. رون بوين تالتا اللي هي ديال لا ميزون سيتروين بيجو، وتنفوتوها. رون بوين الرابعة اللي هي ديال الكوميسارية ديال السعادة والدخلة ديال السعادة، وتنفوتوها. وهنا غادي نمشيو طوال وحده، ما باقي نلقاو لا رون بوان لا حتى شي حاجه، غنلقاو غير دخلت هكا على اليمين وعلى اليسار، ولكن غنتمو غادي حتى الاحلام بيشور اللي هي الريستورون ديال الحوت اللي معروفه هنايا في الاس دي ار والفضل. وهنايا غادي نلقاو الريستورون ديال احلام بيشور، ومباشرة غندورو على اليمين، يعني غندورو على أحلام بيشور. إن فوا تندورو تلقاو هاد لي كافي هنايا، الكافي اللولة، الكافي التانية، عندنا هاد لاجونس هادا ديال الطوموبيلات، وغادي نلقاو ما اواني ام اواني، غنلقاو ام اواني كما كتشوفوا. هذا هو المحل ديالنا ديال اليوم.